طيب بينضم لنا ايضا الاستاذ مصطفى عبد الله الباحث بالمركز المصري للدراسات. برحب بحضرتك يا استاذ مصطفى. اهلا وسهلا، صباح الخير يا استاذ محمد. صباح النور، اهلا بحضرتك. يعني بعين الباحث السياسي ليس بعين الرجل الحزبي، ابرز ما رصدته من خلال هذه المشاركه الكبيره للمصريين بالخارج في هذه الانتخابات؟ الحقيقه يعني على مدار ثلاثة ايام نقدر نقول ان الحدث الانتخابي كان حدث متميز جدا جدا. ثلاث ايام في 137 لجنه حوالين العالم في 121 دوله، كانت يعني بيوصفوا بانها عمليه انتخابيه منظمه وهادئه، لم تكد ان ترى اي ازمات تقريبا. الاقبال المصريين كان اقبال جيد جدا، وهو مؤشر مطمئن للانتخابات الداخل. احنا خلاص يعني بعد ما انهينا المرحله دي بنجاح شديد، بقينا بنترقب دلوقتي المرحله التاليه وهي انتخابات المصريين في الداخل. المؤشرات الاوليه تعطينا طمانه ان سيكون هناك مشاركه واسعه، لان طبعا انتخابات الخارج هي دايما بتكون مؤشر وبتكون يعني دليل على انتخابات الداخل. نتوقع ان شاء الله ان يكون في خلال الاربع ايام القادمه، هتكون طبعا دي فتره الحمل الانتخابيه الباقيه في انتخابات الداخل، اظن انها تكون تحركات قويه جدا من كافه المرشحين وكافه حملاتهم الانتخابيه. ثم بعد ذلك مرحله الصمت الانتخابي يوم 8، او ثم بعد ذلك ننطلق بقى في المرحله الاساسيه من الانتخابات يوم 10. هل اصابت اللجنه العليا للانتخابات باختيار الجمعه والسبت والاحد اياما للاقتراع في خارج البلاد؟ طبعا طبعا، ده كان اختيار موفق جدا، لان طبعا احنا لما بنشوف الدول اللي فيها الكتل التصويتيه الكبيره جدا من المصريين، طبعا بحكم ان في مصريين بيعملوا في دول عربيه وفي مصريين مهاجرين وبيعملوا في دول غربيه واوروبيه، فاحنا طبعا احنا شفنا ان يوم الجمعه ده كان اهميته في ان الدول العربيه اللي بتعتمد الجمعه اجازه رسميه ليها، كان يوم مناسب جدا لنزول المصريين. الدول الاوروبيه والغربيه بيكون عندها ايام السبت والاحد هم الاجازات الرسميه. عشان كده كانت اختيار الايام كان موفق جدا. ده اتاح الفرصه للمصريين الموجودين في الدول العربيه ان هم ينزلوا ويبقى عندهم فرصه الذهاب لجمع التصويت، والموجودين في الدول الاوروبيه والغربيه ان هم يكون عندهم فرصه الوصول الى اللجان. خاصة ان بيبقى في مواطنين مش موجودين في نفس المكان في السفاره او القنصليه او مش في نفس المدينه، فبيضطروا ان هم ياخدوا سفريه مثلا ممكن تاخد لها عدد من الساعات، فبيكون عنده الوقت وعنده المتسع ان هو يكون يذهب للسفاره. لكن لو كان في يوم عمل عادي طبعا هيكون صعب جدا على المصري ان هو يعني يقوم بدوره الانتخابي وان هو يروح للمقر الانتخابي. يعني وكأنه لو حضرتك بتشوف شاشة إكسترا نيوز في هذه اللحظة، أعلام مصر ترفرف في كل اللجان، هذه الصورة المبهجة كيف رأيتها؟ خاصة بنتكلم كمان عن حرص مشاهير من مصر على المشاركة في هذه الانتخابات، بنتكلم مثلا عن لاعب أرسنال الإنجليزي كابتن محمد النني نجم منتخب مصر. المشاركة المصريين هي أمر أنا أظن المصريين يدركون جيدا أن هذا حقهم، والحق الانتخابي حقه زي اي حق بتكفله الدوله، والحق ده مصر والمصريين فعلا اجتهدوا كثيرا على مدار عقود وليس على مدار سنين عشان يوصلوا ليه ويأصلوه ويضمنوه لنفسهم ولاولادهم من بعدهم. عشان كده المصريين الموجودين في الخارج هم ليسوا اقل وطنيه من المصريين الموجودين في الداخل، حرصوا على الادلاء بصوتهم. هذا الموقف سيتكرر كما تكرر هناك في كل دول العالم من شرقه إلى غربه، سيتكرر في مصر أيضا. وأتمنى أن يكون هذه الصور، يعني هذه الصور طبعا يعني اللي تصل صداها لكل العالم، تكون برضو يعني تكون تأكيد للداخل ولتحميس وتحفيز الشباب الموجودين في مصر على المشاركه وبقوه في انتخابات الداخل باذن الله. عندنا اربع مرشحين يا استاذ مصطفى، مرشح مستقل وثلاثه مرشحين بينتموا لاحزاب سياسيه، الى اي مدى تمثل هذه الانتخابات فرصه كبيره للاحزاب للتواجد في داخل الشارع المصري؟ حضرتك عارف بنتكلم عن اكثر من 100 حزب في مصر. يعني اشكر سيادتك على السؤال ده، لأن السؤال ده نقدر نقول في صورته هو له مقدمات وهيكون برضه له تبعات فيما بعد.
اولا مقدمات هو ان الدوله منذ نقدر نقول سنين ابتدت انها تتوجه ناحيه فتح افاق الحريات السياسيه وناحيه يعني تاصيل وتعزيز المناخ الديمقراطي في مصر. عشان كده احنا شفنا حاجات مختلفه. احنا شفنا مثلا الحوار الوطني، هذه المبادره الهامه جدا التي اتاحت سمع الاصوات للاحزاب وللسياسيين وكافه المتخصصين. اقدر اقول انها يعني منذ مده طويله جدا لم يستمع المصريين الى اراء بعضهم البعض. وكان الحوار الوطني ده كان فرصه ونافذة وأفق لهذا التحاور المجتمعي حوالين القضايا الوطنية بشكل موضوعي جدا. احنا شفنا برضو مبادرات أخرى لدعم الحياة السياسية، الانتخابات الرئاسية بمرشحيها المتعددين، وأنا أظن هذا التعدد يعني ما الجهاز ما حصلش من 2014 هو فرصة لان احنا نشوف الراي والراي الاخر في مرشحين رئاسيين، كل مرشح فيهم له رؤيته واستراتيجيته الانتخابيه، برنامج وايديولوجيه مختلف عن الاخر بالظبط، وبيوضح وكل مرشح وكل المرشحين قالوها ان كل واحد يقول في حال فوزي فانا ساقوم بكذا وكذا وكذا، وانا ارى ان هناك تحديات 1 و2 و3، وارى ان هناك فرص 1 و2 و3. على اساس كده كل مرشح بيدي رؤيته والمواطن بيستمع الى كل هؤلاء المرشحين وفي الاخر هو بيحدد مين من المرشحين هو الاقرب لرؤيته وقناعته. والمرشحين الاربعه لا جدال ان جميعهم يتحدثون بصوت الوطنيه وبصوت العقلانيه، يختلفوا في الاطروحات لكن تجمعهم هدف واحد وهو اعلاء مصلحه الوطن. عشان كده احنا شفنا الانتخابات اللي بعد الانتخابات الرئاسيه هيكون عندنا استحقاقات اخرى زي استحقاقات البرلمان، استحقاقات المحليات، وانتخابات المحليات كمان من الحاجات، وده سؤالي الاخير، من الاشياء اللي نص عليها الحوار الوطني. وده سؤالي الاخير استاذ مصطفى، هل الحوار الوطني استفاد من مشاركه الاحزاب ولا الاحزاب هي اللي استفادت من المشاركه في الحوار الوطني؟ انا اقدر اقول ان جميعنا استفدنا من هذه المشاركات. الأحزاب طبعا كان يعني إذا كان صوتها كان خافت نوعا ما فيما قبل فترة مثلا انعقاد الحوار الوطني، فهي ظهرت وأوضحت صوتها العقلاني جدا. الدولة كلها استفادت من حالة الحوار لأن احنا كده فتحنا أفق جديد في العمل السياسي. أنا أظن أن الجميع مستفيد طالما أننا نسعى بكل السبل للوصول إلى حالة ديمقراطية سليمة وقويمة في الدولة. الخطوات القادمة هتكون مبشرة أكثر والمقدمات هي ما توصلنا إلى النتائج، والمقدمات كانت جيدة وأكيد النتائج برضه هتكون جيدة جدا بإذن الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى عبد الله الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، كنت معي هاتفيا من القاهرة.